السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. أعزائي الطلبة، اليوم إن شاء الله سنبدأ بالدرس الثالث من دروس مادة التاريخ، حيث سنتعرف إلى المقاطعة والهجرة إلى المدينة المنورة. في البداية، أو تحدثنا سابقا أن النجاشي ملك الحبشة رفض إعادة المسلمين إلى شبه الجزيرة العربية، وقرر زعماء قريش مقاطعة المسلمين، فاجتمعوا في شعب أبي طالب، واتفقوا على تعليق صحيفة المقاطعة داخل الكعبة، ومن أبرز وأهم بنود صحيفة المقاطعة ألا يتعاملوا مع بني هاشم وبني عبد المطلب، ألا يتزوجوا منهم، وألا يزوجوهم، وألا يتاجروا معهم. وقد استمرت المقاطعة 3 سنوات، حتى قرر بعض زعماء قريش إنهاء المقاطعة. وبالرغم من مقاطعة قريش للمسلمين وتضييقها عليهم وأذيتهم، إلا أن هذا لم يمنعهم من متابعة نشر الدعوة الإسلامية. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع مع الوفود القادمة إلى مكة، وكان يعرض دعوة الإسلامية على الوفود والقبائل التي تأتي من خارج مكة. وفي السنة 11 للبعثة التقى ب7 أشخاص من الخزرج في منطقة بالعقبة في منطقة العقبة بالقرب من مكة المكرمة، فعرض عليهم رسالة الإسلام وتلا عليهم القرآن الكريم، فشرح الله صدورهم واستجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عادوا إلى يثرب المدينة المنورة، واتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوه في العام القادم. وفي السنة 12 للبعثة كانت بيعة العقبة الأولى في نفس المكان في منطقة العقبة بالقرب من مكة المكرمة. عاد الخزرج بعد أن أخبروا قومهم بما سمعوه وبما رواه النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، وكان عددهم 12 رجل من الأوس والخزرج. وبعد البيعة طلبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم أحد، فبعث معهم الصحابي الجليل مصعب بن عمير ليعلمهم أمور دينهم وليعلمهم القرآن الكريم، فبدأ الإسلام ينتشر في يثرب. وفي السنة 13 للبعثة كانت بيعة العقبة الثانية، حيث قدم من المدينة 73 رجلا وامرأتان من قبيلتي الأوس والخزرج، وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على أن يحموه وأن ينصروه، واتفقوا معه على الهجرة للمدينة المنورة، واختاروا منهم 12 نقيبا. نأتي الآن لنتعرف إلى الهجرة. فقد رحب أهل المدينة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبدعوته، وبايعوه على النصرة والحماية. وقد سمح النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة للمدينة، وطلب من أبي بكر الصديق أن يكون رفيقا له، وسمي الصحابة الذين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين، أما الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقد سميوا بالأنصار، وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وإلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.